السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشيني جدا من اخر فيديو نزل لكم على القناة. انا كنت عاملة في حسابي اني ما صورش الفيديو ده وانا طالعة، بس لما لقيت جوز الهند فقلت هصور. هنا هوريكم ازاي تختاروا جوز الهند. بتمسكي جوز الهند بترجيها، لو لقيت فيها مية كتير فبتبقى تمام، لو ما لقيتيش فيها مية خالص بتعمل صوت زي المية كده، يعني بترجيها فبتحسي الصوت زي كأن معاكي جرورة مية. فكان وانا بعمله هنا فما لقيتش مية كتير في كام واحدة بس. طبعا انا من عشاق جوز الهند جدا جدا، وخصوصا المية اللي بتبقى فيه بتبقى صحية جدا وفيها فيتامين كتير، فقلت ايه اجيب، لان كان عامل عليها عرض نستو بريال 95، يعني ريالين، فقلت هجيب كام واحدة الصراحة، يعني ايه اسقعهم في التلاجة واكسرهم. دي بقى بتبقى معفنة، فهوريكي شكلها اهي. اللي بتبقى فاضية دي ما فيهاش مية بتبقى انكسرت من الجنب وعفنت، فعشان كده ما بتبقاش فيها مية. اما اللي بتبقى متسكرة دي فبتبقى كويسة وتمام. فانا لسه عمالة انقي، انا كان نفسي اسمعكم الصوت بس الصوت كان ازعاج جدا 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 حواليا. اهو شايفين كل اللي انا بسيبه ده هناك لا بيبقى ما فيهوش مية او في كمية بسيطة. فخلاص انا نقيت كده على قدي انا اتنين. طبعا الولاد ملهوش فيه، الولاد بيحبوا شكله بس وبيقعدوا يجيبوا الشعر اللي فيه يلعبوا فيه بس كده ويعملوا بيه كأن عين وبق وكده، ما لهمش في اكله. ده هنا بقى الفواكه الاسيوية، فقلت هصور كده وانا ماشية. وطبعا كنت بدور على بذور، فقلت ابص في الاستاند بتاع البذور اللي بيبقى في المولات، لان كنت بدور على بذور جرجير ونعناع وريحان. ده خروب يا بنات، اهو استنى اوريه لكم، مش عارفه بتسموه ايه. فما لقيتش الا الاستاند ده، فغالبيه المولات مش عارفه ليه ما بلاقيش ده. كنت بقول لبابا انا حد قطع الورقه وخد البذور اللي فيها هنا. ده هنا البطيخ، طبعا انا من عشاق البطيخ جدا، بس ما بجيبهوش الصراحه من المولات ابدا كتير، يعني ما بجيبهوش من هناك، بجيبه من السوق، وخصوصا اللي عارف سوق الشمال وسوق السبت، بيبقى يوم السبت ده بيبقى موجود فيه البطيخ واسعاره بتبقى متهاوده. اهو ده شكل البطيخ اهو. طبعا احنا كنا عاملين ايه اللي هو بنضرب على البطيخه اللي هي النهين، يعني اللي بتبقى حمراء من جوه، مش هتشوفوا هبل اكتر من كده. ده هنا الكرز اهو نزل في السوق. طبعا انا بقالي فترة كبيرة جدا ما خدتش الولاد معايا ونزلت مول، يعني فوق ال5 اشهر ولا حاجة. بس نستو كان بعيد عن البيت، اللي يعرف نستو تقريبا في الجنوب، فبعيد عن البيت فصعب اسيبهم واروح. وكنا طبعا يوم جمعة وصورت كام فيديو في اليوم ده، فقلت هاخدهم معايا طالما كده كده انا رايح. ده العنب البنات الصغير نزل اهو هو كمان. طبعا كل الخيرات نزلت، الفواكه بتاعت الصيف اللي هو المشمش والنكترين والخوخ والبرقوق كل ده، وحتى المانجا كمان كانت ريحتها تبارك الله عندهم، يعني تشميها من بعد. يعني انا جيت جنبها شم ريحة مانجا، فلما قربت منها لقيت هي النوعية دي ريحتها ما شاء الله تبارك الله. هي لونها اخضر بس من جوه اصفر، دي اللي بتبقى فيها شعر مش زبده. المانجا العويسي هي احسن حاجه، بتبقى طعمها حلو جدا، بس اللي عندهم الضغط اتمنى ان ما يكتروش من المانجا نهائي عشان ما ترفع لهمش الضغط وترفع الاملاح في الجسم. اهو انا كنت بنقي شويه كده بس، كنت بحب
هو بالشكل اللي انتوا شايفينه في حاجات كده غريبة، في شيبسيهات كده غريبة، في حاجات اعرفها، في حاجات ما عمريش شفتها نهائي، يعني شكلها غريب جدا جدا. دي الشعرية الباكستانية اللي بقول لكم عليها، اللي بتبقى مقرمشة دي او المقلية، وفي برضو جنبها الرز، في حاجات كده جنب بعض كده زي دول كده، دول انا عارفاهم فقلت اصورهم. وفي حاجات بقى كده غريبة هنا زي دول كده، ما فهمتش هما ايه دول، يعني ده موز كده ناشف بأطعمة غريبة، ده بقى اللي ما فهمتش هو ايه ده بقى نهائي، كده شبه المكرونة بس عامل زي الاخطبوط، كأنك ماسكة اخطبوط اهو شكله اهو. هنا بقى قسم الشيبسيهات، هنا بقى التوابل عندهم، هما بيبقوا معايرين التوابل وحاطينها النص كيلو والكيلو، وبيبقى فيه العطار ده، التين المجفف ده، كل حاجة هنا كده. هنا بقى العطارة اللي في نفسه، كل حاجة بتبقى مغلفة، هو بتقولي له عايزة ربع، عايزة نص، عايزة ب5 ريال. فطبعا انا كنت بدور على الحلاوة اللي هي ديما، اللي فيها نعناع، كمية نعناع كبيرة جدا، فكنت بدور عليها، فمن الحظ لقيت ان هي عليها عرض ب15 ريال، اللي هي دي اللي هو بيصبها. فقلت له هات لي كام واحدة كده، اللي هو رخامة كده انتوا عارفيني، فقلت له اديني كام واحدة كده اهو عشان الولاد ما يدخلوش جوه وما اضطرش افتح الكيس تاني. فاللي هو بقى كل واحد وحدتك كده، انا بحب اللي هي بتبقى خضرة، بتبقى بالنعناع حلوة جدا. هنا بقى قسم المفرزنات، اللحوم والدواجن، فانا كنت بشوف دي المكانك هنا كده، فكنت بشوف سادية، افضل نوعية بحب اجيبها سادية وانتاج، بصراحة انتاج اللي هي الافخاد اللي ورا دي بتبقى حلوة جدا في البروستد لو انت عايزة تعملي بروستد، وسادية اللي بتبقى افخاد بقى او صدور، انا بفضل سادية جدا 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 بجميع انواعها. الوطنية برضو حلوة الافخاد فيها. البنات اللي سألتني عن الغسول، الغسول اهو ده اللي انا بجيبه، ولقيت جنب منه كده ب12 ريال حاجة طالعة كده مكتوب هملايا زيت لغسيل والنظافة، ده ما فهمتش منه اي حاجة، شكله اهو اصغر من اللي انا بجيبه في الحجم، بس اللي انا بجيبه بيتحكم في الدهون وبينظف الوش كويس. جل الصبار برضو البنات اللي سألتني عنه موجود هنا برضو اهو، وكمان عند العطارين نفس الجل ده كده، البنات اللي مش عايزة تجيب صبار كامل. هنا بقى ده كده اخر قسم عندي، عند الشاي. طبعا انا صورت لكم جزء بسيط من الشاي. هنا بقى الاكياس بتاعت الشاي وانواعه، وفي انواع كتيرة جدا جدا، بس اللي بيحب الشاي هو اللي فاهم للانواع دي. انا بصراحة بروح كده تحصيل حاصل، بروح اجيب شاي اخضر وبمشي. الجهاز ده بقى شفته هناك، شكله غريب كده وعجيب، اسعاره متفاوتة على حسب حجمه، في ب19 وفي يعني 50 الا ريالين حاجة زي كده. هو فكرته ان هو بيعمل كحكو، يعني بتطلع لك، عارفة الجهاز اللي هو بتاع الكحكو والبسكوت نفسه بالظبط، بس ده كان عامل زي مسدس. لا ده مش عامل زي مسدس، ده بتلفيه من فوق كده زي رول، واهو شايفينه من فوق بتلفيه وبيطلع لك البسكوت، بيبقى من جوه كده في له كام شكل، في شكل النجمة، في شكل البسكوت المشرشر اهو، سعره اهو 48 الكبيرة النحاس، وفي العادية ب19 الصغيرة، وفي برضو الكبيرة الستيل تقريبا ب48. بس المسدس بصراحة حلو جدا جدا عملي، لان حسيت ان اصلا البسكوت بيبقى مزيت، ما فهمتش فكرتها عاملة ازاي، البسكوت بيبقى مزيت فهحطه وارجع الف بالبتاعية دي، طب ما هي تقعد تفلت من ايدي، اما فكرة يعني بتحطي كمية في مكبس البسكوت، اما في دي حسيت انك هتحطي كل شوية حبة كده صغيرين وهتقعدي تلفي، برضو مش حسيتها مش زي مكبس البسكوت النهائي، يعني المكبس بتخبطي يعني بالمكبس خبطة بينزل معاكي. المشط ده اللي هو الملون ده حلو جدا، بس مش الماركة دي، في ماركة تانية ما بتفكش معاكي، ما بتفلتش
الفرشة، شايفين دي فلتة هنا ما بتفلتش الفرشة من الايد بتاعتها. طبعا كنت جايباها من صيدلية واتس اللي في رياض جولري. ده كده كان الفيديو بتاعنا، حبيت اخدكم واخرجكم معايا شوية. الحنة اللي البنات سألوني عنها، لو انا مش عايزة اجيب حنة واجيبها جاهزة، الحنة اللي بالاعشاب دي حلوة جدا، الباكب ب9 ب10 ريال. يعني بتجيبيه على حسب طول شعرك، وهنا بقى اللي عايز مراوح وعايز تندات وعايز غسالات. فكده بقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، خروجة سهلة وسريعة ومش هتاخد مننا وقت، فقلت اخرجكم معايا. مني ومن قناتي بتمنى للجميع يوم سعيد، هقول لكم ايه، تصبحوا على خير، مع الف سلامة، باي باي.